احنا عملنا دليل صوتي بثلاث لغات، اللغة الإنجليزية والإسبانية والعربية. ايه الدليل الصوتي ده؟ احنا بنوصف كل حاجة في كل القطع الأثرية، بعض القطع الأثرية الأهمها يعني، بنوصف شكلها، تاريخها، لونها، كل تفاصيلها، علشان الناس من ذوي الإعاقة البصرية يقدروا يتخيلوها بكل التفاصيل، كل حاجة بيها. المبادرة العظيمة اللي مجموعة الطلبة من كلية الآداب قاموا بيها جزء من أجندتنا، جزء من أن احنا يبقى في ذوي الهمم ليهم مكانة خاصة وأنهم يتمتعوا بالمتحف زي بقية الناس، وبالتالي بنرعى أي مبادرة وأي نشاط بيهدف لتنشيط الحضارة والسياحة المصرية. من سياسة المتحف القومي للحضارة المصرية أنه بيستقبل أي مشاريع تخرج خاصة بطلاب الجامعات، سواء من كليات الآثار أو من كليات الفنون الجميلة أو الفنون التطبيقية أو الإعلام أو غيرها من المشاريع، وده اللي بيكون ليه علاقة بالمتحف بشكل أو بآخر، ليه علاقة بالمتحف على طور أنه بيقدم رسالة للمجتمع نفسه، بيعرفه بمتحف الحضارة وإيه القطع، أهم القطع الموجودة بمتحف الحضارة والخدمات اللي بيقدمها متحف الحضارة للتعريف بالحضارة المصرية. الفكرة أصلاً كانت نبعة من مادة الطلبة بياخدوها في الفرقة الثالثة، مادة بتهتم بطريقة برايل ولغة الإشارة والإتاحة في المجتمع لذوي الإعاقة، وكانوا بياخدوا المادة باللغة الإسبانية، فكنت أنا بكلمهم دايماً عن إزاي الإتاحة موجودة في دول العالم وفي مصر، وإيه اللي ناقصنا في مصر وإيه اللي موجود في دول تانية. فمن هنا جات الفكرة إن هم يعملوا وصف صوتي لبعض قطع متحف الحضارة. احنا كان هدفنا من المشروع ده ان احنا نقدر نساعد الاشخاص ذي الاعاقة البصرية ان هم يقدروا يستمتعوا بالحضارة المصرية ويتعرفوا عليها بشكل اعمق واوسع من خلالنا، يعني ما تكونش المقتصرة زيارة المتاحف مقتصرة على فئة معينة من المجتمع، لا، تكون متاحة لكل فئات المجتمع. طبعا كان هدفنا ان هم تبقى تجربتهم مماثلة لينا ومماثلة للأشخاص المبصرين بالضبط، ما يكونش فيها اي اختلاف. انا عايزة اتكلم عن الصعوبات او الحاجات اللي كنا حابين نوضحها خلال المشروع بتاعنا وكنا مهتمين بيها قوي. اول حاجة الوصف التفصيلي للقطع الأثرية، ان احنا ما كناش بنكتفي بس بالمعلومات التاريخية اللي موجودة على كل قطعة، لا، احنا كنا عايزين نوصفها بشكل دقيق جدا علشان المتلقي يقدر يتخيل زي ما هي موجودة بالظبط، بنفس الألوان، بنفس الشكل، زي ما احنا شايفينها بالظبط.